السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة يلا نتعلم إنجليش مع مس هام رضوان. لو أول مرة تشوف القناة ياريت نشترك فيها، نفعل الجرس عشان يوصلنا إشعار بكل جديد. النهاردة إن شاء الله يا ولاد هناخد منهج الصف الثالث الابتدائي قناة 3، طبعا المنهج الحديث سكند ترم. الترم الثاني هناخد يونت 7 ليسون 5. طبعا عارفين يونت 7 التايتل او العنوان بتاعها يا اولاد وير ار يو فروم، يعني من اين انت. طبعا لما بشوف شخص لاول مره او جنسيته مختلفه فانت بتحب تساله انت من فين او ايه البلد اللي انت منها. بتساله ايه يا اولاد؟ وير ار يو فروم، من اين انت. طبعا هو بيرد يقول ايه؟ ام فروم ايجيبت، انا من مصر. ام فروم امريكا، انا من امريكا. ام فروم تشاينا، انا من الصين. اوكي، وخدنا طبعا الكلمات والكابلري اللي خاصه بالليسونز 1 2 3 4، ممكن ترجعوا لهم عشان تبتدوا معايا من الاول. الاول هناخد طبعا هنراجع هناخد منهج الترم الثاني الصف الثالث، طبعا ده تاسيسا لمنهج الصف الرابع المحدث او الحديث طبعا اللي هو هينزل اول مره، فلازم نكون متاسسين كويس خالص خالص خالص. اوكي يا اولاد، طبعا هنا هناخد ليسون 5. ليسون 5 يعني اللي هو الدرس الخامس learn sounds with busy bee، يعني تعالى نتعلم الأصوات مع النحلة المشغولة أو اللي هو النحلة الشاطرة. learn to write with busy bee، وتعالى نتعلم الكتابة مع النحلة المشغولة أو المجتهدة. أوكي، phonics اللي هي الصوتيات. قلنا يا أولاد في فرق بين صوت الحرف واسم الحرف. أوكي، يعني إيه؟ إيه يعني الكلام ده؟ يعني for example انت مثلا معاك هنا عندنا الساوند الاسم الحرف مثلا A B C D E F G H، ده ايه؟ اسم الحرف. طب الساوند بتاعه اللي هو الصوت بتاعه طبعا بيكون ايه؟ ليه صوت معين. هنا هناخد letter F. letter F، letter F يعني حرف الاف. طبعا حرف الاف الساوند بتاعه لو انت اخدت قبل كده او شفت قبل كده برنامج عن الحيوانات في الغابة، في نوع من انواع الافاعي بيعمل صوت خفيف. اوكي، هنا هناخد اف بلس اف يعني اف زائد اف بدون. اوكي، هنا the letter f f makes the sound f. اوكي، هنا يعني صوت حرف الاف اف لما نضعفه بدينا صوت اف. كافي 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 يعني قهوة. اوكي، مافن 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 يعني كيك اسفنجي او كعك اسفنجي. اوف 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 معناها يطفئ. اوكي، او مقفل. بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر، اوكي يعني رجل الشرطة. يبقى هنا الاف اف بدنا صوت ف. اوكي، هنا هناخد يا ولاد لتر ال. لتر ال يعني حرف ال. اوكي، حرف ال بيشبه حرف اللام في اللغه العربيه. هنا قلنا حرف الاف زي حرف الفاء مثلا ايه؟ فاتن فايز. اوكي، هنا هناخد ال. ال ده ال، اعمل بص انت بتنطق الحرف كده تحس اللسان بتاعك بايه؟ بيبقى زي نص دايره. ال لازم يلزق او يلحق سقف الحلق عندك. ال ال ال. اوكي، ال اللي هو ال بلس ال ال، يبقى فيه ايه؟ نوع من انواع التجديد او التاكيد على الحرف. اوكي، هنا عندنا الكلمات اللي بتعبر على الكلمه دي تول 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 تول، يبقى ايه؟ طويل. دولار 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 دي دولار. بيل 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 جرس. جلاس 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 كوب زجاج. هنا هناخد الحرف سوري هناخد حرف الاس مع بعض. اس بلس اس يعني اس زائد اس. احنا قلنا حرف الاس او لتر اس، طب الصوت بتاعه س س س، يبقى صوت الاس ايه يا اولاد؟ الساوند بتاعه س س. يبقى هنا اس بلس اس بيدينا صوت ايه؟ الاس المضاعف او حرف الاس مرتين. جلاس جلاس جلاس. اوكي، دريس دريس دريس.
تريس بسيطة خلاص تمام اوكي. يبقى حرف الاف اف بيدينا صوت اف الال ال اوكي. هنا الاس اس او الحرف المضاعف. طبعا احنا عارفين حرف الاف وحرف الال وحرف الاس دي بسميها حروف كونسونانت يعني حروف ساكنة اوكي يا ولاد. احنا اخدنا قبل كده الحروف الفاولز الحروف المتحركة وعارفينها اللي هم خمس حروف بنغنيهم اي 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 او يو اي اي او يو اوكي. هنا activity on phonics يعني هناخد تدريبات على الفونكس. انا هقول ايه listen circle and write. انا هقول الصوت بتاع الكلمة وانت هتختار الحرف الحروف الناقصة. dress اوكي very good منار ss muffin اوكي very good عمار F tall طبعا هنا حط دايرة عليها tall يعني طويل L very good tall. Look read and complete with FF ال ال اور اس اس يعني انظر واكمل. طبعا حرف الاف مضاعف هنا دبل اف يعني حرف اف اف بدل ما اقول اف اف بقول دبل اف يعني حرف الاف مضاعف دبل ال دبل اس اوكي. نمبر 1 طبعا هنا في بنوته ماسكه الفستان بتاعها فرحانه بيه فبتقول ايه يا اولاد ماي نيو دريس از فور 50 دولارز اوكي. ماي دريس يبقى ايه اس فيري جود فور 50 دولارز يبقى ايه ناقص يا اولاد دولار ال اوكي. نمبر 2 ماي مام لايكس تو ايت مافينز ماي مام يعني امي او والدتي likes to eat بتحب تاكل muffins F with hair coffee F يعني بتحب تاكل كيك اسفنجي مع ايه مع القهوة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده في الصورة. My mom likes to eat muffins with hair coffee okay. Look and complete خلاص عرفنا الكلمة الفاوز الساوند بتاعها او الصوت وعرفنا الفاركس. هنا هناخد ايه look and complete يعني انظر واكمل. طبعا انا عايزة لما تحفظ الكلمة بتحفظها ازاي بتكتب الكلمة كده في اول السطر في الكراسة طبعا زي ما هنشوف الواجب هنا وتكتب الكلمة تحتيها كاملة يعني ايه يعني هنكتب for example نحفظ كلمة فستان وتحفظها بصوت عالي اعلى صوت dress D-R-E-S-S D-R-E-S-S dress. ليه؟ لما انت بتعلي صوتك المخ خلاص بياخد ايه بياخد signals او اشارة انت هتسجل الكلمة دي عندك في الذاكرة كلمة dress D-R-E-S-S or D-R-E-S-S يبقى خلاص اتحفظت معك حتى لو انت نسيتها مؤقت بس لما تيجي ترجع عليها تاني هتحس ايه هتحس نفسك تفكرها اوكي يا مامي. وانت تحاولي مثلا ايه يا ريت الامهات تحاول تذاكر او تعرف مع اولادها بحيث هي وكده كده ايه يا محمد معنى كلمه فستان دريس يا ماما ايه معنى كلمه كيك اسفنج يا منار مافين يا ماما مرام ايه معنى كلمه طويل تول اوكي. هنا بيل 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 يبقى ايه الحرف الناقص يا اولاد ال فيري جود جلاس اوكي دبل اس police officer يبقى F اوكي. نكمل مع بعض يا ولاد writing punctuation mark punctuation ده اللي هو ايه يا ولاد دي علامات الترقيم. علامات الترقيم كده عاملة زي ايه زي انت بتلعب لعبة في اشارات بتعرفك مثلا ايه هتدخل المكان ده هنا المكان ده هتاخد منه مثلا حاجات تشتريها فطبعا دي بسميها ايه علامات ترقيم يعني انا برقم بيها الجمله واعرف نفسي وصلت فين او ايه الحاجه دي انا اللي هستخدمها سؤال
جملة هستخدم هناخد نمبر 1 the capital letter A B C. طبعا بنعمل ايه؟ اول نستخدمها في الكابيتال لتر دي بنستخدمها فين؟ في بداية الجملة. لو انا هبدأ جملة هقول I like muffins, I am from France, يبقى في بداية الجملة. اوكي نمبر 2 مع اسماء الاشخاص احمد ولاء مصطفى. الجنسيات يعني ايه جنسيات؟ يعني مثلا he is Egyptian, he is French, he is American. اوكي اسماء الدول Egypt, French, China. اوكي هنا نمبر 2. طب ايه هناخد تاني؟ يبقى اول حاجه خدنا ليه كابيتال ليتر اول بدايه الجمله، لو اسم شخص او اسم بلد او ايام الاسبوع اي او الاشهر بتاعت السنه بحط لها ايه كابيتال ليتر. I like muffins, I'm from France. فرنسا هنا اسم بلد. نمبر 2 هناخد ايه كويشن مارك. ايوه دي حاجه مهمه خالص خالص احنا بناخدها على طول. كويشن مارك يعني يا اولاد ايه؟ اداه الاستفهام. لو انا عايز اسال عن شيء لازم الجمله اللي بستخدمها تكون منتهيه ب كويشن مارك علامه استفهام. يبقى ايه وير ار يو فروم؟ وير ار يو فروم. طب ممكن سؤال ثاني اللي هي واتس يور نيم؟ واتس يور نيم يعني ايه اسمك؟ What are you doing؟ ماذا تفعل؟ What are you doing؟ question mark. يبقى ده بسميه يا ولاد question mark يعني أداة استفهام. أوكي؟ وإحنا طبعًا أخدنا أداة استفهام لما نعوز نسأل عن شيء. He is a doctor. He is a doctor. طبعا دي جملة بتنتهي ايه full stop. لو عايز اكونها سؤال قلنا ببدأ هنا الفعل المساعد is he a doctor واعمل ايه يا ولاد في الاخر؟ طالما بدأت بهنا يبقى question mark. يبقى هنا حولناها من صيغة جملة لصيغة ايه؟ لصيغة سؤال. very good. number 3 يبقى خدنا حاجتين الكابيتال لتر او الحرف الكبير ببدأ فيه اسماء الاشخاص البلاد الجنسيات ايام الاسبوع اشهر السنه. اوكي طبعا والبرناون او الضمير اي دايما بيجي ايه بيجي كابيتال ما ننساش الحكايه دي. الضمير اي ضمير اي دايما بيجي ايه يا اولاد بيجي كابيتال. نمبر 3 اكسكليميشن مارك علامه تعجب. يعني ايه علامه تعجب؟ يعني انت شفت حاجه كده ومتعجب منها ومستغرب منها خالص خالص بحط ايه علامه تعجب. طب شكلها ازاي؟ بص معايا كده زي الواحد وتحت ايه نقطة. ده سميه ايه exclamation يعني علامة التعجب. She is very happy. She is very happy. Okay. She is very happy. هي تكون سعيدة جدا. طب انا شفت بنت مثلا ضاعت العروسة بتاعتها بقول ايه she is very ايمان حزين sad. Excellent. حط ايه exclamation يعني علامة ايه علامة التعجب. She is very sad يعني هي حزينة جدا. اوكي هنا كوما. كوما يعني اللي هي الفاصلة. الكوما في اللغة العربية هي بتستخدم ايه او الفاصلة بنفصل بين الحاجات. يعني انت في ايه رحت مثلا الاسبوع ده مثلا عيد ميلادك فبابا او ماما بقولك عايز ايه مثلا يا معتصم، فانت بتقول انا عايز يا ماما اجيب كذا وكذا وكذا. طب مثلا هتشترك في رياضة في النادي هتشترك رياضة ايه؟ هلعب فوتبول باسكتبول تنس. يبقى انا عايز اعدد الحاجات دي اعمل ايه؟ احط بينهم فاصلة. I like chocolate اول حاجة انا بحب الشوكولاتة كما يعني فاصلة. ice cream بحب الايس كريم كما بيتزا بحب البيتزا and كولا. طب ايه ملاحظين؟ مين الشاطر هنا يقول ايه لاحظنا؟ لو انا عندي كذا حاجة يعني 1 2 3 4 اي عدد كل واحد بحط وراه كوما كوما ما عدا الاخير خالص الاسم الاخير خالص بحطه قدامه مين؟ اند. بحطه قدامه مين يا اولاد؟ اند. يبقى اند معناها و بس ايه بتيجي قبل الاسم الاخير. بتيجي قبل مين؟ الاسم الاخير. طب الكوما لا بيبقى فيها في تاني حاجات وراها. I like chocolate, ice cream, pizza and cola. يعني انا بحب الشوكولاتة الايس كريم البيتزا والكولا.
اوكي تمام. احنا خدنا اربع حاجات مهمه خالص في البانكتويشن. طب هنا هناخد ايه اكتيفيتي؟ سيركل ذا كابيتال لتر. فيري جود. يعني ضع دائره حول الحرف الكبير. اي ام تشاينيز. اي طبعا احنا قلنا اساسي اساسي البروناون او الضمير اي في اول الجمله او في اخر الجمله لازم بيبقى كابيتال، دي ما نختلفش عليها نهائي. تمام اوكي، يبقى هنا الاي او البروناون ضمير اي فقط في يجي في اول الجمله بيجي في نص الجمله بيبقى ايه يا اولاد؟ بيبقى كابيتال ليتر. اوكي ايه تاني؟ اي ام تشاينيز. فيري جود. عشان ايه تشاينيز؟ فيري جود يا مي، لان تشاينيز يا مس دي اسم بلد، واحنا قلنا اسماء البلاد بتبقى كابيتال ايه ليتر. اوكي نمبر 2، شي از فروم ايجيبت. شي از فروم ايجيبت. شي از فروم ايجيبت يعني ايه معناها؟ هي بتكون من فين يا ولاد؟ بتكون من مصر. تمام، احنا المس قالت لنا اول حرف لازم يبقى كابيتال ليتر، يبقى الاس كابيتال. اوكي لو عندنا اسم بلد او اسم شخص او جنسيه او اسم شهر او ايام الاسبوع ده كابيتال ليتر. عندنا هنا ايه؟ ايجيبت اسم بلد. فيري جود. نمبر 3، ام ماري. اي لايف ان فرانس. اول حاجه الاي كابيتال، بعد كده اسم بنوته اسمها ايه؟ ماري، يبقى الام كابيتال. اي طبعا هنا قلنا بيجي في اول الجمله في نص الجمله بيجي كابيتال. ان فرانس، فرانس ده اسم ايه؟ اسم بلد. اوكي يبقى عرفنا ايه الكابيتال ليتر. ليه اخترنا كل واحده؟ لازم لما نختار الحرف نعرف ايه السبب. اسم بلد، البروناون اي بيجي دايما في اول الجمله في نص الجمله، طبعا ده برنس بيجي في اول الجمله في اخر الجمله بيبقى ايه؟ كابيتال ليتر. ام ماري اسم بنوته، ايجيبت اسم بلد. اوكي اي الاس هنا عشان بدانا بيها الجمله. طب هنا هناخد ايه؟ activity. write the paragraph with the correct punctuation marks. يعني ايه؟ اكتب الفقرة دي باستخدام علامات الترقيم الصحيحة. تمام اوكي. هنا هنقرا اول الفقرة كاملة. بص يا ولاد لما نقرا الفقرة كاملة بدون اللي هو علامات الترقيم بنلاحظ ايه؟ هنا في جزء قبل عشان ايه عدينا عليه نرجع له من اول تاني، سوري معلش. هنا الفول ستوب. ايوه أهم علامة عندنا فول ستوب، يعني إيه؟ علامة نهاية الجملة أو التوقف. خلاص إحنا هنا عند المنطقة دي هنتوقف، اسمها إيه؟ فول ستوب. زي ما أنت إيه بتلاقي علامة أو إشارة المرور كلمة ستوب. ستوب يعني توقف. ستوب يعني يا ولاد توقف. فول ستوب معناها علامة الإيقاف أو نهاية الجملة. أوكي أم فرنش يعني أنا فرنسي. فول ستوب خلاص خلصت على كده الجملة. تمام نرجع هنا مع بعض. write the paragraph with the correct punctuation marks. يعني اكتب الفقرة دي الإنشائية وعلامات الترقيم الصحيحة. هنقرأ أول فقرة. لما نقرأ الفقرة بدون علامات ترقيم بنلاحظ إيه يا ولاد؟ لا الفقرة كلها داخلة بعضيها وإيه وإحنا مش فاهمين إيه عايزة الفقرة دي. أوكي؟ my friend Emily is American. She lives in Cairo because her dad works here. She has three brothers, Daddy, John, and Mickey. Can you speak English? Can you speak English? Okay, نجي من الأول. أول حاجة my، يبقى الام إيه يا ولاد؟ الام كابيتال. ليه؟ لأنها أول الجملة. My friend Emily، صديقتي اسمها مين؟ Emily اسم بنوتة، يبقى الإيه هيبقى إيه يا ولاد؟ هيبقى كابيتال. Very good. is American. American يعني أمريكية. excellent صلاح. American دي جنسية يبقى إيه؟ A capital. very good. يبقى إيه هنا ولا full stop. خلاص خلصت الجملة عندنا كده. يبقى صديقتي إيميلي مالها؟ أمريكية. she lives يبقى S capital. ليه يا ولاد؟ عشان بدأنا خلاص جملة جديدة. she lives in Cairo. سي كابيتال هنا because her dad works here، لأن إيه والدها her dad works here. here يعني هناك full stop. أوكي okay. she يبقى الإس
capital. She has three brothers. عندها تلات ايه؟ اخوان. داني اسم ولد اللي هي داني، يبقى ايه؟ الدي كابيتال. فيري جود. كوما، يبقى هنا بعد داني بحط ايه؟ كوما. خلاص انا هعدد كذا حاجه. كوما اند جون. جون طبعا جي كابيتال. اند ميكي، الام كابيتال اسم ولد تاني. اوكي فول ستوب. ليه؟ خلاص خلصنا الجملة على كده. بعد كده أنا هسأل سؤال، Can you speak English؟ هل تتكلمي أو تتكلم English؟ يبقى C capital. You speak English E capital عشان إيه؟ و question mark. Can you speak، طبعا هنكمل السنتس هنا، English N G L I S H، وهنا في question إيه؟ mark. Can you speak English؟ Can you speak English؟ اوكي يا ولاد، يبقى عرفنا السنتس دي. نمبر 3، تيك رايت ذا ووردز ذات هاف كابيتال ليتر اند بانكتويت ذم، يعني ضع علامه صح قدام الكلمه اللي فيها حرف كبير واكتبها صحيحه. وليد طبعا هنا ترو، ليه؟ وليد اسم ولد. تمام. تشاينا، فيري جود، ترو. ليه يا ولاد؟ اسم دوله. C-H-I-N-A China. School، لا false. Cairo، اوكي عشان اسم بلد. House، false. French، اوكي الF capital، F-R-E-N-C-H عشان اسم ايه؟ اسم بلد. اوكي يبقى وليد اسم ولد، China اسم بلد، كايرو اسم بلد او مدينة، فرنش اسم ايه؟ فرنش طبعا اللي هو اسم الجنسية بتاعته. هنا هناخد listen trace and write، طبعا ده سهلة خالص هتحلوه انتوا في البيت، بسيط هتتعود عشان تعود الخط بتاعك. وخلي بالكم معي انت وبتكتب التدريب ده او الكورنال رايتين لازم تلاحظ او تخلي بالك من طريقة الكتابة، في حروف بتبقى بين السطرين الصغيرين دول، وفي حروف فوق السطر زي الاف، وفي حروف تحت السطر زي حرف البي والجي. اوكي هنا كافي سي، خلي بالك ما يكتبين تحت انا السي بين السطرين، كا سي او اف فوق السطرين اي بين السطرين كافي. اوكي مافن ام بين السطرين يو اف، خلي بالك ازاي كاتبه حرف الاف انا، اف اي بين السطرين والان بين السطرين مافين. اوكي الام واليو والاي والان دي حروف بتكتب بين السطر، الاف بتكتب ايه؟ فوق السطر. هنا طول كلمه ايه؟ تي، حرف التي فوق السطر، الاي بين السطرين، ال ال طول يعني طويل. وهنكمل بنفس الشكل، بوليس اوفيسر، دولار، بيل، بيل، اوف، جلاس، دريس. اوكي نكمل مع بعض يا اولاد، تكمل ايه في البيت نكتبه كويس خالص. هنا هناخد اكتيفيتي اون ليسن 5، تدريب على الدرس اللي هو ايه الخامس. ليسن اند رايت ذا ميسينج ساوند، يعني ايه؟ استمع واكتب الحرف الناقص. طول طول طول، يبقى حرف ايه ناقص يا ولاد؟ طول. ال ال very good. دريس دريس، اوكي اس اس. بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر، اف اف. اوكي نمبر 2، لوك اند سيركل، يعني انظر وضع دائره. هنبص على الصوره كويس كده ونشوف الكلمه اللي بتعبر عنها دي. صوره ايه يا ولاد؟ صورة قهوة. ليه؟ مافين ولا كافي؟ طبعا اللي هي كافي. very good. number 2، اوف دولار، طبعا هنا هو جايب كشاف وعايز يعمل له ايه؟ او بيطفئ الكشاف اللي هو اوف. number 3، glass bell، glass bell، طبعا دي ايه يا ولاد؟ glass.
Number four. Dress glass. Dress glass. طبعا اللي هي ايه؟ Dress. Number three. Read and match. يعني اقرأ وسل. طب خلاص حفظنا الكلمات. عرفنا البرونسيشن او النطق بتاعها. اوكي؟ فطبعا لما نجي نحل هتبقى بسيطة خالص 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 معانا. يبقى هنا ربما تكون مش واضحة كانت. هنا كافي اوف glass dress. كافي اوف glass dress. اوكي؟ read and match. طبعا هنا اول واحدة ايه؟ bell. very good. اوف اوف يعني يغلق. اوكي؟ كافي قهوة. police officer. police officer. very good. اوكي؟ نكمل مع بعض. look and scramble and write. يعني انظر ورتب واكتب بطريقة صحيحة. هنا mom. ال O M M طبعا بنرتبها سورة أم دي لإيه؟ mom. M O M. mom. mom. اوكي. number two. glass. الجي تحت السطر. اوكي. L فوق السطر. A بين السطر. S S. glass. اوكي. tall. T فوق السطر. ال A بين السطرين. ال L فوق السطر. tall. tall. اوكي. number five. look, read and complete. انظر اقرأ واكمل. طبعا هنا جايب لك مجموعة من الكلمات وهنا مجموعة من الجمل. كل كلمة هتروح لجملة مناسبة. police officer, muffin, bell. I like to eat. طبعا هنا بحب ايه؟ اوكي. very good. muffin. M U F F I N. my brother is my brother is a police officer. very good. is a police. P O L I C E. طبعا officer. O F F I C E R. punctuate the following sentence. طبعا ده سؤال punctuation واحنا اتدربنا الكلمات. اول حاجة بنبدأ بكابيتال لتر. لو عندي اسماء اشخاص او بلاد او محافظات او ايام الاسبوع او الشهر بتاخد كابيتال لتر. تمام. عندي سؤال حط الكوشن مارك. عندي اسماء اشخاص هنا. ماي الام كابيتال طبعا. اوكي. ماي فريند طبعا الاف زي ما هي. ماي فريند اف ار اي ان دي. طبعا ماري الام كابيتال. اي ار اي اي. از فرنش الاف كابيتال اف ار اي ان سي اتش. وهحط ايه في الاخر يا اولاد؟ فول ستوب. اوكي. بعد كده كوبي ذا فولوينج سنتنس. طبعا انسخ. طبعا ده المطلوب بتكتبه بخط كويس خالص, خط منتظم وبالراحه عشان الخط يبقى بتاعك ايه جميل. هنعمل مع بعض كده. كان سي كابيتال. اي كان. you speak. can you speak french and question mark. can you speak french. هل يمكنك ان تتحدث الفرنسيه؟ طبعا لو هيجاوب yes i can or no i can't. yes or can or no i can't. طبعا يا ريت يا اولاد نعمل لايك وشير. اللايك بتفرق كتير, بتخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. طبعا بتاخدوا عليه أجر وثواب. أوكي. ولايك شير أن سبسكرايب للقناة. thank you and goodbye. miss هيام رضوان.